دكتور محمد، الجيش العربي السوري استولى أخيرا واستعاد منطقة ومدينة خان شيخون في طريقه إلى إدلب، آخر معاقل التنظيمات الإرهابية والمعارضة المسلحة في سوريا. كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل الجيش العربي السوري بعد استيلائه على خان شيخون؟ خلينا نشير ابتداء إلى أنه معركة إدلب أو إدلب هي معركة مؤجلة، وبالتالي هي استحقاق لا محالة. إدلب أزمتها الكبرى أنها تحولت في العامين الأخيرين إلى يعني مخزن لكل مخرجات الصراع. في الصراع في سوريا، الجيش السوري بالفعل في هذا التصعيد التكتيكي، وأنا أصر على أنه كانت عملية تكتيكية وليس هجوما شاملا، نجح في تحقيق أهدافه المرحلية. هو باستيلائه على خان شيخون كما تفضلت حضرتك وأشرت، هذه المدينة لها أهمية استراتيجية. أولا هي منطقة خان شيخون جزء من معارة النعمان، وهي تساوي تلت مدينة إدلب اللي هي معارة النعمان. المدينة تقع على طرق استراتيجية M5، ومن ثم الاستيلاء عليها هو لا يحسن فقط المواقع القتالية للجيش السوري على جبهة إدلب، وإنما أيضا يتيح فتح الطرق السريعة والتجارية بين حلب وبين دمشق من ناحية، وبين حلب واللاذقية من ناحية أخرى. وده هدف مهم الحقيقة لقوات أو للحكومة السورية أو للنظام الأسد. الأمر الآخر أنه بالاستيلاء على هذه المنطقة الجيش السوري يستطيع أن أو يعني يمكنه أن ينجح في أمرين هامين. هو مزيد من الضغوط على نقاط المراقبة التركية في الجهة الغربية لإدلب التي تحازي شمال شرق اللاذقية، وهي معاقل للنظام في سوريا، وبالتالي له مصلحة في أن يمارس هذه الضغوط العسكرية على نقاط المراقبة لتركيا في هذه المنطقة الهامة، كي يدفع تركيا في النهاية إلى إعادة أو سحب نقاطها العسكرية إلى عمق إدلب. الأمر الآخر أنه باستيلاء الجيش السوري على منطقة خان شيخون أستطيع أن أنا أقول أنه أصبح يحكم الحصار على الفصائل المسلحة الموجودة في ريف حماه الشمالي، زي جيش العزة، بقايا حركة أحرار الشام، جزء من حركة صقور الشام، وغيرها من الفصائل المسلحة الموجودة في شمال حماه. باستيلاء الجيش السوري على خان شيخون أستطيع أنه أطبق حصاره على هذه المنطقة، وبالتالي في الحاصل الأخير هو نجاح تكتيكي له أهميته بالنسبة للجيش السوري على طريق استعادته لمدينة إدلب أو محافظة إدلب، وهي كما أشرت آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في هذه المنطقة، والفصائل المعارضة التي حملت السلاح في وجه النظام السوري. طيب بعد خان شيخون ما الذي تبقى؟ لا، تبقى الكثير وليس القليل الحقيقة، لأنه إدلب أولا لا يستطيع النظام السوري وحلفائه سواء روسيا أو بعض التشكيلات العسكرية التابعة لإيران أنه تنهي معركة إدلب عسكريا مرة واحدة. يعني أنا أتصور أنه التكتيك الأسلم بحسابات هذه الأطراف هو أنك تخوض عدة تصعيدات تكتيكية زي ما حصل في خان شيخون بالضبط، لكن حسم الأمر مرة واحدة كلفته الإنسانية هتبقى عالية جدا، ومن ثم سوف يتولد عن ذلك ضغوط دولية كبيرة. يعني أنا أتصور بهذا النجاح، لأنه إحنا بنتكلم على مدينة كان عدد سكانها قبل 2011 750,000، النهاردة بنتكلم على مدينة حوالي سكانها أكثر من 3 مليون، منها حوالي مليون و600 ألف نازح
داخلي خرجوا من مناطق الصراع الأخرى في داخل سوريا، وبالتالي الكلفة الإنسانية هتبقى عالية جدا لصراع عسكري معقد، لا سيما بأنه هذه المدينة بها فصائل متعددة، يقدر ربما عدد أفرادها بحوالي 70,000 مسلح، وبالتالي تركيا تدعم الكثير من هذه الفصائل. نقاط المراقبة التركية نفسها أنا لا أستطيع أن أسميها الآن بوضعها الحالي أنها مجرد نقاط مراقبة، لأنه إحنا عمليا تحولت هذه النقاط إلى مراكز عملياتية عسكرية ولو مصغرة، محاطة بأسلاك شائكة، حوائط خرسانية بها سلاح ثقيل، مدرعات وغيرها، وبالتالي لا أستطيع أن أسميها بأنها نقاط مراقبة، وإنما هي مراكز عملياتية لتركيا. تركيا لديها مصلحة بحساباتها ألا يستعيد النظام السوري سيطرته مرة أخرى على إدلب، لأن ده بالحسابات التركية هتبقى سابقة خطيرة، سوف تتيح الفرصة للحكومة السورية أنه تطالب سوريا بالانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في أقصى شمال سوريا، وبالتالي تركيا لديها مصلحة في ألا يستعيد النظام سيطرته على إدلب. تركيا لديها مصلحة أيضا في الاحتفاظ ببعض التنظيمات حتى الإرهابية والحفاظ عليها كورقة في مواجهة الأكراد، يعني إحدى السيناريوهات المطروحة لمستقبل ما يسمى بهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، إذا توالت الضغوط على تركيا من قبل روسيا ومن قبل النظام السوري في مراحل قادمة، قد تتخذ تركيا قرارا بإعادة نشر هيئة تحرير الشام داخل جيب عفرين، وبالتالي تؤسس لصراع عربي كردي طويل المدى يعقد تماما من المعادلة السورية والصراع هناك. وبالتالي يعني أنا أتصور أنه هذا النجاح التكتيكي في النهاية للقوات النظام في سوريا، أتصور أنه سوف يتيح الفرصة في اللقاء القادم، القمة الثلاثية التي سوف تجمع أركان أستانا الثلاثة، الرئيس بوتين، أردوغان، الرئيس الإيراني، في الاجتماع القادم في أنقرة يوم 16 سبتمبر القادم، أنه هيفتح الباب لاتفاق جديد حول إدلب. بموجب هذا الاتفاق أنا أتصور أنه سوف تعيد تركيا سحب الكثير من نقاط المراقبة إلى عمق إدلب، ربما ينتهي الحال بشريط عمقه 30 كيلو متر إلى الداخل، في الداخل السوري، في داخل إدلب، في داخل أقصى شمال إدلب وشمال غرب إدلب، كمناطق نفوذ نهائية للتنظيمات السلفية الجهادية ومعها العديد من قوى المعارضة السورية المسلحة.